السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخيرات. النهاردة يوم من خير الأيام عند الله وهو يوم الجمعة. دي يا جماعة الشجرة دي اسميها عندنا في الصعيد عامة اسميها شجر النبق. ماشي، بيطرح نبق اهو، لو ركزت هتلاقوه ها ها صغيرة. وفيها خلي بالكم يعني نحل كتير فوق. ادي واحدة وادي اثنين وادي ثلاثة. ماشي، وده ايه مطور، ده مطور بيمشي على خط ميه بيجيب من 14 متر تحت. ماشي، مغطينه بس عشان خاطر الاطفال يعني. هذا الخط ليه طرمبة. بسم الله ما شاء الله، فاض الميه. الله، شوف ميه حلوين والله. ها ها، دي الميه ده من فوق. كده في الشجرة زاك ابو العقيد، الاخبار عامل ايه؟ صباح الفل. سبحان الله. وما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وعمل لايك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم الجمعة جماعة، اكسروا من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر.